خلال تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن، دعا ترامب وسائل الإعلام إلى وقف العداء الذي لا نهاية له والهجمات الكاذبة. وفي بيان أصدره في وقت مبكر بشأن الطرود المشبوهة، قال البيت الأبيض إنها أعمال ترويع حقيرة، وسيتم مساءلة أي شخص مسؤول إلى أقصى حد من القانون. وفي وقت سابق قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كوما إن الشرطة كانت تحقق في طرد مشبوه تم إرساله إلى مكتبه في مدينة نيويورك، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول ما تم العثور عليه. إنه أمر مخيف إلى حد ما، وهو أمر يجب علينا أن نأخذه بجدية كبيرة ونضاعف حماية الشرطة، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أيضا أنه حان الأوان لإتقاط نفس عميق. نحن سكان نيويورك، هناك أناس يحاولون جعلنا خايفين، إنهم يحاولون تعطيلنا. هذا جزء من كوننا سكان نيويورك. نحن أيقونة دولية، ونحن أيضا هدف دولي. الإرهاب يعمل فقط إذا سمحت له بالفوز، ولا يمكننا السماح له بالفوز.